أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غناخدكم معايا إن شاء الله في واحد الجولة عند مكازا بريستول. كي كتعرفوا بأن بريستول هي واحد المكازا اللي موجودة في كوت دي فلامون في الوالوني وفي بريكسل، ولحد دابا راه عندهم دي بروموسيون. يلا ندخلو نشوفو نكتاشفو أشنو عندهم. كي كتشوفو هنايا عندهم صنيدلات زوينين صراحة، يلاه سميتو دخلوهم مذهبين هكذا في هاد اللوين بالطالون. الناس اللي كيبغيو طالون في هاد الشكل 35 أورو، وفيهم هاد اللون الفضي حتى هو 35 أورو. هادو يلا دخلهم له في الكوليكسيون. وهاد لي بوط حتى هما في هاد اللوين هكذا ابيض، وعندهم لوينات اخرين. المهم شكيل زوين حتى هو كيبقى، وكاليتي زوينه ب40 أورو. الطالون ما عاليش بزاف، الناس اللي ما كيبغيوش طالو العالي بزاف او حاضر بزاف، يعني هذه راه مناسب لهم. وفي هاد الويل الزريق هكذا، وعندهم هادو نتاو على الفولور تاوما في 50 أورو في لوبغان. وعندهم تاني هاد الشكيل هذا دايرين فيه بروموسيون، لان هاد الايام راه عندهم بروموسيون. اللي كيهمو الامر وبغى شي حاجه في سولد ولا سميتو، راه 40 أورو، ولكن دايرين لهم 50%. وشكل زويون صراحه وتيصبر، لان هاد البرا خديت منه انايا. هادو حتى هما هاد الوغوج، هادو دايرين لهم 30%. كي كتشوفو 35 أورو، يعني كتجيب شي 28 أورو لي بوط. هادو تاوما زويونين هكذا فهاد اللوين، عجبني حتى الشكل تاعو راقي. والاذواق بطبيعة الحال كتبقى كل واحد الذوق تاعو، راه الاذواق كتختلف، ذوقي ماشي هو الذوق تاع اي واحد، ولكن انا شخصيا عجبوني ب35 أورو. هذا ما دايرينش ليهم دي بروموسيون. فيهم هاد اللي بغا هكذا، فيهم شكيلات اخرين، فيهم لوينات. وهاد الخضيضر كي كتشوفو حتى هو بهاد الشكل هذا تاعو 40 أورو. هذا ما دايرينش ليه بروموسيون، كنظن هذا يلا دخلوهم. هاد الشكل هذا نيتو زويون صراحة، قلبتو من الداخل من سميتو، يعني كاليتي زوينة. هنايا كي كتشوفو في هاد الكوليكوتي تاع هاد لي صاندال، هما جابو هادو تاهما دي نوفيل كوليكسيون 25 أورو، 25. وفيهم شكيلات مختلفين وزوينين، فيهم لي طالو، فيهم هادي 30 أورو. وهنايا هاد الشكيل لاخر تا هو 25 أورو سامبل، ما عاليينش تا هما بزاف. فيهم هاد اللوينات الاخرين تا هما. وهاد الصنيدلات هادو اللي عجبوني بزاف صراحة، هادو 35 أورو. هادو يلاه دخلوهم نو في الكوليكسيون، فيهم لوينات. ولكن هاد الخضيضة اللي عجبني بزاف، الكاميرا ما كيبانش كي على حقيقته، ولكن في المجازة عجبني بزاف صراحة، كنفكر نرجع ناخد منه وحده. وهنايا هاد لي بوت تا هما هاد الشكيل سامبل زويون صراحة، راقيين ما عاليينش بزاف، ما حادرينش. الناس اللي هما كيبغيو شي حاجة سامبل وسميتو راه تلقاو هنايا. هادو دايرين لهم 40 أورو، ولكن 30%، كنظن شي واش 28 أورو تقريبا غتجي لي بوط. وشكيل زوين وراقي، تقدر تلبسو مع لي جوب، تقدر تلبسو مع السراول، يعني تستعملو كيف ما بغيتي. وفيهم هاد لوبغان تا هو راقي، هاد لوبغان عجبني بزاف. لي بوانتيور بطبيعة الحال عندهم مختلف، سميتو ماشي غير 37 أو 38، عندهم لي بوانتيور مختلف مختلف الأعمار بالنسبة للنساء. هادو دايرين لهم 50%، كي كتشوفو راه شكيل زوين وراقي. 40 أورو دايرين لهم 50%، يعني 20 أورو لي بوط. يعني هذه ميزة بالنسبة للناس اللي كيبغيو لي بوط وكيبغيو زويبطة تاع بريستول. هاد بريستول كي كنعرفو هي واحد المكازا اللي موجودة بزاف في المدن، في بلجيكا وبروكسل وكوتي فلامو، كاينة في غون انتويربن ويتران، كاينة بزاف د البلايص ايكلو، وكاينة في بعض المدن تاهما في لاوالوني، ولكن الأغلبية كاينين في كوتي فلامو.
ما كنظنش واش هاد لي بروموسيون عند لي ماغازان كلهم. المهم هادي همزه، الا كنتو كيهمكم الامر ولا شي حاجه ما تضيعوش هاد سميتو هاد لي سولد تاع هاد اللحظه. وتنتمنى لكم فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.